هو الحسن المعروف طرقا وغدت. الحسن المعروف طرقا، الأصل طرق جمع طريق، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الحسن المعروف طرقا وغدت، أولا الحسن في مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف، مرتبة واقعة بين الصحيح والضعيف، وما كان هذا شأنه يصعب ويعسر تمييزه. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا يتراءى له أن هذا الطريق إلى الصحيح أقرب، وأحيانا يتراءى له أنه إلى الضعيف أقرب فيلحقه به، والأول يلحقه بالصحيح. فهذه المنزلة المتوسطة بين الطرفين يصعب تمييزها وتحقيقها والاتفاق عليها. نعم، قد يحكم الإنسان بأنه متأرجح بحيث لا يمكن إلحاقه بالصحيح ولا يمكن إلحاقه بالضعيف، يأتي عالم يستروح إلى أن إلحاقه بالصحيح له وجه، ويأتي آخر يرى العكس أنه قصر أيضا عن رتبة التوسط إلى أن يلحق بالضعيف، ولذا صعب تعريف الحديث الحسن، حتى صرح الحافظ الذهبي وغيره أنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييزه، وليس في هذا تضييع ولا تذويب، لا، إنما في هذا حث وشحذ للهمم. لأن بعض الناس إذا قال ما لا مطمع في تمييز، ليش نسعى؟ خلاص، لا، هم يريدون منك أن تعلو همتك وتكسر من جمع الطرق التي علّه يلتحق بها إلى الصحيح ولو لغيره. نعم، اختلف العلماء اختلاف كبير في تعريف الحسن. هنا يقول والحسن المعروف طرقا وغدت، طرق جمع طريق، وهو يذكر ويؤنث، طرق تقول من طريق آخر كما تقول من طريق أخرى، فالطريق يذكر ويؤنث، وطرقا سكن للحاجة لضرورة الوزن، طرقا وغدت رجاله، يعني صار رجاله لا كرجال الصحيح اشتهرت. تعريف الحسن الذي اختلف فيه من قبل أهل العلم، اختلفوا فيه على أقوال كثيرة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد، هذا قريب جدا من تعريف البيقوني. الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد الخطابي. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل، كل هذه الأقوال ما حصل بها حد يميزه عن الصحيح والضعيف. الحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. حسن المعروف طرقا، عرف الطرق، هل عرفوا بضعف ولا عرفوا بتوثيق؟ عرفوا بضعف ولا عرفوا بتوثيق؟ إن عرفوا بضعف صار ضعيف، وإن عرفوا بتوثيق صار صحيح. نعم، فهو متردد متأرجح بين هذين، إلا أن قوله لا كالصحيح اشتهرت يخرج الصحيح، يخرج الصحيح، لكن كونهم معروفون بالقبول لكنهم دون رجال الصحيح يخرج أيضا الضعيف. وهذا يبين لنا مدى التأرجح بين الصحيح والضعيف في هذا النوع، ولذا صعب تمييزه عند أهل العلم. وقال، يعني ابن الصلاح، وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر، يعني الخطابي ذكر قسم والترمذي ذكر قسم، فالخطابي اقتصر على الحسن لذاته والترمذي اقتصر على الحسن لغيره. وعلى كل حال المتأخرون
استنبطوا تعريفا جامعا لكل نوع من نوعي الحسد من خلال أقوال وتعريف الأئمة المتقدمين، لأنه من خلال تعريف الأئمة المتقدمين يصعب أن تميز الحسد من غيره. يعني لو كان عندك 3 أولاد، ولد بار غاية البر والثاني عاق واضح العقوق، هل يمكن يختلف في تصنيف أن هذا ما شاء الله على خير عظيم وهذا على شر؟ نعم، لكن واحد دول يوم كذا ويوم كذا، هذا تبلش. نعم، إن أردت أن تدعو له ذكرت هذا العقوق وأثر على قلبك، إن أردت أن تدعو عليه ذكرت ما عنده من خير وفضل وأحيانا ينفع، مشكلة. هذا تصور إيش الحسن الواقع بين هذين، في أصعب أحيانا يزيد بره تستطيع أن تلحقه بالأول، وأحيانا ينقص، بحيث لو حصل وصية مثلا، وصية بيتي يسكنه البار من أولادي، العاق اللي ما فيه إشكال في عقوقه هذا لن يسكن، والبار الواضح البر ذا بيسكن، لكن الثالث هذا اليوم كذا يوم كذا ينطبق على الوصف ولا ما ينطبق؟ هذا المتأرجح مثل الحسن عندنا الحين، مثله. هل نقول يلغى الحسن؟ نقول ما يلغى يا أخي، موجود في اصطلاح الأئمة وتعبيراته، حكموا على أحاديث بأن حديث حسن، فلا يمكن إلغاء. والمسألة إيش؟ اجتهادية. فتجدون هذا الحديث اللي حكم عليه بعض الأئمة بأنه حسن اجتهد بعضهم قال صحيح واستروح إلى هذا ومال إليه وقوي عنده من القرائن ما يقتضي ثبوته، بينما يجي ثالث يقول لا والله لأن أقل من حسن، أنا واضح اللي ضعف. ولذا لا يستشكل الإنسان أن يجد في أحكام الأئمة في حديث واحد يحكم عليه بأكثر من حكم، لأن المسألة إيش؟ اجتهادية، ومسألة مبنية على القرائن التي تقتضي الثبوت أو عدم الثبوت. قد يقول قائل الأحكام المبنية على مثل هذا الاختلاف مصيرها، يعني هل نتصور أن أحكام الإسلام كلها متفق عليها؟ نعم، لا، الخلاف موجود، ولولا الخلاف في أحكام الدين لصار العوام علماء، المسألة حفظ أحكام سهل، لكن الكلام كيف تثبت هذه الأحكام؟ هذا الذي يميز العالم من غير العالم. ولو اتفق الناس على جميع المسائل وهذا حلال وهذا حرام مميز وهذا ما صار الناس كلهم علماء، لكن من حكمة الله جل وعلا أن جعل في هذا الدين في أحكامه وفي وسائل ثبوت هذه الأحكام من النصوص أيضا ما فيها. القرآن لا يشك أحد في حرف من حروفه أنه ثابت ثبوتا قطعيا، لكن دلالة النصوص، دلالة الآيات على بعض الأحكام يكون فيها خلاف بين أهل العلم، والأجور العظيمة رتبت للعلماء في هذا الاستنباط وهذا التعب وكد الذهن، ولصار الناس كلهم علماء. لهذا ليس هذا كوننا نقول ان هذا العلم هذا النوع متأرجح بين كذا وكذا، حتى الحكم بالصحة الا انه اسهل من الحكم بالحسن. الحكم بالصحة قد ينازع فيه من يحكم بالصحة، وهذه امور اجتهادية رتب عليها الاجور العظيمة والمنازل العالية في الدنيا والآخرة، من اجل ايش؟ ان يتميز الناس بالجد والاجتهاد، ولا ما صار لحد ميزة. لو كانت المسائل حلال لا خلاف فيه، حرام لا خلاف فيه، ما صار هناك ميزة. مسألة حفظ كل الناس حفظ وبالتوارث يفهمونه، لكن إلا من وجد شيخ يقول هذا حرام، ثم وجد ثاني يقول لا مكروه، ثم وجد ثالث العام وش يقدر، ما يمكن يدرك العلم إلا بطلب. يعني لو صارت الأمور المسائل كلها متفق عليها أدرك العلم من غير طلب، بالتوارث يدركون الناس. ولذلك المسائل القطعية التي لا خلاف بينها العلم عوام المسلمين يعرفونها، ما في عامي ما يعرف أن الزنا حرام أو أن الصلاة واجبة أو أن الحج ركن من أركان الإسلام، ما يختلفوا فيها. لكن لو كانت كل مسائل الدين بهذه المثابة هل يصير لأهل العلم مزية؟ ما لهم مزية. ولذا العلم من أقرب الموصلة إلى جنات النعيم إذا طلب مع الإخلاص، وهو أفضل ما يتنفل به وتقضى فيه الأعمار من الأعمال الصالحة. فمثل هذا الكلام لا يشكك طالب العلم في دينه،
ولا في كيفية ثبوته، لنعلم أن العلم متين، العلم متين، يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى، ولولا ذلك لصار الناس كلهم علماء، لأننا ابتلينا الآن بمن يكتب عن الدين ومسائل الدين وقواعد الدين وقضايا الدين الكلية الآن في الصحف وفي غيرها من القنوات، في وسائل الإعلام يتطاولون على الدين، يقول الله هذا دينك مبني على الخلاف، هذا عجزت تميزون، شلون تبنون عليه أحكام؟ نقول نعم، وعلى العين والرأس، وهذا ديننا ونحن من المسلمين، وقال إنني من المسلمين، يعتز بدينه، وهذه حكمة إلهية، ولكان الناس كلهم علماء لولا وجود مثل هذه القضايا التي تحتاج إلى تعاد. لكن هل تذبذبت الأمة؟ هل ضاعت الأمة على ممر العصور؟ هل وجد عالم راسخ يقول خلاص أنا من الطالب من العلم بعد أن عرف؟ ما يمكن. لكن طالب العلم المبتدئ اللي متذبذب ما يدري شو يسوي قد يترك، ولذلك ما كل الناس علماء ولا كل الناس يستمرون على العلم، لكن من أدرك حقيقة الأمر استمر في طريقه مهما قيل عن هذه العلوم. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهر، فمثلا الحديث لولا أنا أشق على أمتي في طريقه محمد بن عمرو بن علقمة، حفظه أقل من أن يصل إلى درجة رواة الصحيح، فحكموا عليه بالحسن، لم يقصر عن رتبة الحسن إلى الضعيف، لأن الرجل معروف روى أحاديث كثيرة وتوب عليها ووفق عليها يعني ما شاء، لكنه ليس من الحفاظ الضابطين المتقنين، فقصرت درجة حديثه من الصحة إلى الحسن، ووجد لحديثه ما يشهد له فارتقى إلى الصحيح لغيره. ولذا قال الحافظ العراقي والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. فأصل الحديث حسن لأن راويه محمد بن عمرو بن علقمة، هذا أقل من رتبة رواة الصحيح في حفظ شيء، لكنه لم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله فقبل من هذه الحيثية، أتى له من يتابعه ويشهد لحديثه فارتقى إلى درجة الصحيح لغيره. فعندنا صحيح، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته. الصحيح لذاته هو الذي عرف فيما تقدم، ما يرويه عدل تام الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ، هذا صحيح لذاته. الحسن لذاته من ما عرف هنا، وهو ما يرويه عدل خفيف الضبط، يعني ضبطه أقل من ضبط راوي الصحيح بسند متصل غير معلل ولا شاذ، هذا الحسن لذاته. إذا وجد الحسن لذاته طريق أخرى من غير طريق راوي هذا ارتقى إلى المرتبة المتوسطة وهي الصحيح لغيره. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق. فبهذا نكون عرفنا ثلاثة أنواع. هناك حسن لغيره نعرفه بعد معرفة الضعيف، لأنه هو الضعيف القابل للانجبار إذا تعدد الطرق. فالأقسام خمسة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. فعندنا الصحيح لذاته متميز، الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد الطرق، الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق، الضعيف يأتي تعريفه في كلام المؤلف إن شاء الله تعالى.